أنا فودي كابكا، أعمل سائقا في منظمة أطباء بلا حدود منذ 16 شهرا، سائق سيارة إسعاف، وظيفة منقذة للحياة يجب أن تندفع لإنقاذ حياة هؤلاء. حالة الطرق بالغة السوء، وعليك أحيانا أن تنطلق بأقصى سرعة، وهو ليس بالأمر السهل. أشعر بألم يمتد من الظهر إلى أسفله. قالوا لا توجد أي علامات على المخاض. ولأنني وضعت سابقا طفلا بعملية قيصرية، قالوا إن علي الحضور إلى مستشفى غونداما. كان الوصول مريحا وآمنا بسيارة الإسعاف. تحدث الممرض بلطف معي إلى أن وصلنا إلى المستشفى. أمسك بيدي حين وصلنا، وحضر الممرضون بسرعة. في الليلة الماضية أحلوني إلى مركز غونداما الصحي لأبقي 3 أيام. فإذا استمر الألم سيجدون خيارا آخر. أحمد الله على فضله وأدعو أن يكتب الحياة للطفل الذي أضعه، ذكرا كان أم أنثى. اسمي بيتي ريني، أبلغ من العمر 57 عاما. أنا طبيبة نسائية وتوليد من إنديانابوليس في ولاية إنديانا الأمريكية. أعمل هنا في بو منذ 5 أشهر ونصف. أعتقد أن الوضع مختلف تماما هنا، الحالات مختلفة والمرضى مختلفون. غالبية الحالات أكثر حدة وتهديدا للحياة. عبر تدخلاتنا هنا في مركز غونداما استطعنا تخفيض معدل وفيات الأمهات بنسبة 61%. لا نحتاج إلى مرفق مجهز بأحدث المعدات لتحقيق هذا الهدف، ولا يتطلب إنجازه استثمارا ضخما في هذا المجال. أسوأ جزء في عملنا هو معرفة أننا غير قادرين على إنقاذ الكل. أما أفضل جزء فهو الشعور بالقدرة على أحداث فارق مهم وتلقي عبارات الشكر والامتنان من المريضات. في بعض الأحيان توشك الحامل على الوضع ثم تصرخ وتكرر الصراخ. إنقاذ حياة المرضى أفضل ما في عملنا، ونقلهم بأمان إلى المستشفى. أشعر بسعادة غامرة لأنني إنقذت حياة الآخرين.